اهلا وسهلا فيك، نورتنا ويعطيك العافيه وكل عام وجيشنا وشعبنا وقائدنا بالف الف خير. صباح الخير، كل عام وجيشنا جنودا وصف ضباط وضباط بالف خير، وقائدنا ايضا بالف خير. الرحمه لشهداء كل الشهداء، لشهداء الجيش العربي السوري الذين رووا بدمائهم تراب هذا الوطن، والخلود لأرواحهم الطاهرة والشفاء العاجل إن شاء الله لجرحانا، والعودة الميمونة والسريعة لمخطوفينا والمغيبين قسرا من قبل التنظيمات الإرهابية في أثناء هذه الحرب. نعم، يسعد صباحك استاذ برهان واهلا وسهلا فيك. يعني استاذ برهان، الجيش العربي السوري خلال مسيرته النضاليه الطويله مر بمحطات تاريخيه مشرفه فعلا، ابتداء من تاسيسه في الاول من اب عام 1946 وحتى يومنا هذا. خلينا نستعرض مع حضرتك اهم هذه المحطات التاريخيه المهمه في حياه الجيش العربي السوري واللي جعلت من هذا الجيش فعلا جيشا مقداما قويا بطلا. طبعا مسيرة الجيش العربي السوري منذ التأسيس في الأول من آب عام 45 وحتى اليوم ليس حدثا عابرا في تاريخ سوريا وفي تاريخ الأمة العربية وفي تاريخ المنطقة على الإطلاق، لأن ذلك يرتبط بشكل مباشر بالأحداث التاريخية التي مرت على المنطقة وتحديدا على بلاد الشام وعلى سوريا. فتأسيس هذا الجيش يعود إلى بدايات أربعينيات القرن الماضي، بل أقول إلى بداية عشرينيات القرن الماضي، عندما قام المحتل الفرنسي باحتلال سوريا واستعمار سوريا، والكل يذكر إنذار غورو ورفض هذا الإنذار من قبل وزارة الحربية السورية بقيادة يوسف العظمة. هذا الرجل الذي لم يبلغ من العمر أكثر من 36 عام رفض هذا الإنذار و أصر على مواجهة المحتل الفرنسي ومنع دخوله دمشق دون قتال، وهو يدرك جيدا بأنه سيستشهد ورفاقه في معركة كتبت بأحرف من نور وفي أحرف من ذهب. إذن البدايات تعود إلى بداية مقاومة المحتل الفرنسي الذي أجبر على خروجه من سوريا بفضل تضحيات شعبنا وتضحيات أيضا سوارنا من الساحل إلى الشمال إلى الجنوب إلى جبل العرب الأشم. في عام 45 تم الإعلان رسميا عن تأسيس الجيش العربي السوري الذي امتلك عقيدة وطنية، عقيدة عروبية، عقيدة قومية. يعني لم تكن العقيدة عقيدة الجيش العربي السوري حتى اللحظة هي عقيدة وطنية فقط، هي عقيدة عروبية، عقيدة قومية، بدليل أن هذا الجيش وقف إلى جانب أشقائنا في لبنان، وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل في مواجهة المحتل الاستيطاني الصهيوني، وقدم آلاف الشهداء في سبيل القضايا القومية العربية، وكان مشاركا حقيقيا وداعما أساسيا انتصار عام 2000 الذي حققته المقاومة اللبنانية ضد المحتل الصهيوني. في عام أيضا لابد أن نذكر في هذه المسيرة التاريخية بعض الرجال العظام في هذا الجيش، وتحديدا جول جمال الذي وقف إلى جانب الشقيقة مصر والجيش المصري في مواجهة العدوان الثلاثي عام 56. ثم بدأ هذا الجيش ينضج ويتطور بشكل أساسي إلى أن كانت حرب تشرين التحريرية في عام 73، هذه الحرب التي أكد فيها جيشنا العربي السوري وبعض الجيوش أو بعض الفرق العسكرية العربية من الدول العربية الأخرى بأن هذا الجيش فعلا يحمل لواء ويحمل حقيقة هذا الشعب في نزوعه نحو الحرية والكرامة وأيضا استقلال أرضه، ودفع كما تعرفون أيضا آلاف الشهداء في سبيل أن يستعيد أرضه ويستعيد ويحرر هذه الأرض من المحتل الصهيوني الذي قام بعدوان عام 67 أو ما يسمى بنكسة حزيران. هذا الجيش نعم عقيدته ومسيرته التاريخية المشرفة ما زالت مستمرة وتنضج وتتكرس يوما بعد يوم، ويراكم الانتصارات خاصة في هذه الحرب الإرهابية القذرة التي فرضت على سوريا وفي سوريا،
وفي كل يوم الحقيقة يثبت هذا الجيش بأنه فعلا جيش الشعب، جيش الأمة، جيش الحق، جيش الكرامة. وهذه المسيرة مستمرة، وهذه المحطات هي فخر، مصدر فخر لنا ومصدر فخر لكل العرب دون ولكل أحرار العالم كذلك. يعني أستاذ برهان، ركزت على موضوع وهي شكلة انعطافة تاريخية في حياة الجيش العربي السوري، وهي حرب تشرين، حرب تشرين التحريرية. يعني حرب تشرين شفنا الجيش في جميع الميادين، في البر والبحر والجو، شكل انعطافة تاريخية، قهر العدو وسلاح العدو الذي كان يقول أنه جيش الذي لا يقهر. تمام. يعني لو نركز أكثر بهذا الموضوع، قد ايه كان فعلا رافدي حقيقي للجيش العربي السوري لنحن ننتصر بوقتنا الحالي على الإرهاب. سيدتي الفاضلة، ما قبل حرب تشرين عام 73 غير ما بعد حرب تشرين. صحيح. كان العرب مهزومون من الداخل، خاصة نتيجة كما ذكرت أو كنتيجة وأثر لنكسة حزيران التي استطاع العدو الصهيوني للأسف يعني أن يحقق يعني كثير من أهدافه في هذه الحرب، وبالتالي أصيب المواطن السوري والمواطن العربي بشكل عام بالإحباط واليأس وعدم ثقته بنفسه، بالإضافة إلى أن هذا الكيان قام باحتلال أجزاء من الأراضي العربية بما فيها جزء من الأراضي العربية السورية وهو الجولان الحبيب والجولان الغالي. لتكون حرب تشرين التحريرية هي الحرب الفاصلة في صحيح. تاريخ الصراع العربي الصهيوني المصيري، باعتبار أن العرب في تاريخهم الحديث والمعاصر للمرة الأولى يتخذون قراراً مشتركة صهيوني بهدف استعادة وتحرير الأرض المحتلة. صحيح. وهذه الحرب شكلت بنتائجها بآثارها الحقيقة نقطة مضيئة في تاريخ جيشنا الجيش العربي السوري وفي تاريخ أمتنا العربية، خاصة أن العدو الصهيوني كان يعتقد ويظن وبل مؤمن لدرجة الغباء بأن الخطوط الدفاعية التي أقامها على الجبهتين المصرية والسورية، خط آلون في الجولان وبارليف في سيناء، كان يظن بأن ذلك لا يمكن على الإطلاق أن يتم اختراق هذه الخطوط الدفاعية المحصنة، والحقيقة كانت محصنة جدا وخطوط دفاعية أشرف عليها الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي، لكن وبسرعة وبذكاء وبتخطيط وباستجابة سريعة استطاع الجيش وبإرادة عميقة استطاع الجيش العربي السوري أن يتجاوز خط آلون، واستطاع الجيش العربي المصري أن يخترق خط بارليف ليهدد وجود الكيان الصهيوني بحد ذاته. حرب تشرين التحريرية بنتائجها بآثارها ما زالت هذه الآثار والنتائج مستمرة حتى الآن، خاصة أن العدو الصهيوني وصل إلى مرحلة الغرور، مرحلة الغطرسة، صحيح، القناعة بأن جيشه لا يمكن أن يقهر، بأن التفوق الاستراتيجي للعدو الصهيوني هو تفوق على كل الأمة العربية وعلى كل الجيوش العربية. في حرب تشرين تم إسقاط هذه النظرية وأعادت هذه الحرب المباركة للمواطن السوري وللجندي العربي بشكل عام، وأيضا الإمكانات الاقتصادية والعسكرية العربية، أعادت الثقة لدى المواطن العربي بقدرته على تحقيق النصر وبقدرته على اتخاذ القرار الاستراتيجي. ونتائج حرب تشرين كما ذكرت ما زالت حتى الآن تدرس، وتقوم مراكز بحثية عالمية في البحث عن أسباب انكسار إسرائيل أو الكيان الصهيوني وهزيمة الكيان الصهيوني، رغم أن الجيش العربي السوري في حرب 73 في حرب أكتوبر لم يكن يقاتل فقط ويواجه فقط الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني، إنما كان أيضا يواجه جيوش أوروبية. صحيح أنها لم تكن موجودة على الأرض بشكل حقيقي، لكن داعمة وجسر جوي مباشر. صحيح. ورغم ذلك تم هزيمة هذا الكيان، ولولا توقف القتال على الجبهة المصرية ولاستطاع العرب أن ولا استطاع السوريين أن يحرروا كل أرضهم ويستعيدوها. لذلك وبسبب توقف الحرب على الجبهة المصرية
دخل هذا الجيش في حرب هي جديدة عليه، حرب الاستنزاف، وهي حرب معقدة الحقيقة ومكلفة، وتحتاج إلى جيش مبدع، جيش يضع خطط لحظية وآنية تستجيب إلى كل تحدي جديد. هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي استمرت 80 يوما، استطاع في نهاية هذه الحرب أن يرفع الجيش العربي السوري والقائد المؤسس حافظ الأسد علم الجمهورية العربية السورية في سماء القنيطرة في 26 حزيران عام 1974، ليؤسس لمرحلة جديدة من الانتصارات إن شاء الله هي مستمرة، إلى أن نحرر كل جزء من أرضنا التي تحتله العصابات الإرهابية والمحتل الأمريكي والتركي. نعم. إن شاء الله. يعني أستاذ برهان، حضرتك حكيت عن مرحلة نضالية مشرفة في حياة الجيش العربي السوري، سطر أروع ملاحم البطولة. أيضا بدنا ننتقل للمرحلة التي لا تقل الأهمية والأهم في نظري، هي المرحلة اللي في العشر سنوات الماضية أو أكثر، اللي بدأ فيها الجيش العربي السوري، هذا الجيش العقائد، بمحاربة الإرهاب والإرهابيين، وطبعا حقق نتائج وبطولات ساحقة على العديد من الجبهات، وما زال يحقق هذا النصر. ولهذه المعركة كانت خصوصية طبعا، لأن الجيش يقاتل عصابات إرهابية جاءت من جميع دول العالم. خلينا أستاذ برهان نحكي عن خصوصية هذه المرحلة في قتال الجيش العربي السوري مع العصابات الإرهابية. طبعا فجأة يرى الجيش العربي السوري، والذي أسس وكل خططه على أساس جيش كلاسيكي، يعني جيش مقابل جيش، يعني للدفاع طبعا عن الأرض والعرض والوطن والتراب، لكن فجأة يرى بأنه أمام شكل جديد من أشكال الحروب فرضت عليه، حروب تسمى اليوم بحروب الجيل الرابع، بمعنى أن هناك جيوش بديلة، يعني حروب شوارع وحروب مدن. واستطاع بكل ثقة وبكل فخر أن ينتقل بشكل مباشر إلى محاكاة الحقيقة هذه أو هذا النوع من الحروب الجديدة منذ اليوم الأول لشن العدوان على سوريا في 15 آذار عام 2000. وطبعا حاول الأعداء، حاول من استهدف سوريا وما زال يستهدف، سواء عبر الجيوش البديلة، عبر المرتزقة والتنظيمات الإرهابية، أو بشكل مباشر، يعني لاحظنا بأن هناك دول تتدخل بشكل مباشر بقواتها وتعتدي على سوريا، والعدوان الثلاثي الذي قامت به أمريكا وفرنسا وبريطانيا يعني ما زال في الذاكرة. صحيح. أيضا الكيان الصهيوني في كل فترة يقوم باعتداء دعما لهذه التنظيمات الإرهابية. إذن هذا التعقيد استطاع الجيش العربي السوري أن يستجيب للتحديات الجديدة التي فرضتها هذه الأشكال من الحروب التي فرضت على سوريا منذ حوالي أكثر من 12 عام. وطبعا حروب مركبة، حروب معقدة، لكن استطاع أن يمتص هذه أو هذا الشكل من أشكال الحروب، وأن يستجيب للتحدي، وأن يستمر في نضاله في سبيل وفي مقاومته وفي معاركه في سبيل أن يقضي على هذه التنظيمات الإرهابية، وأن يستعيد ويحرر كل جزء احتلته هذه التنظيمات الإرهابية. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن الآخر، الأعداء، حاولوا في بداية هذه الحرب أن يشوهوا الرموز الوطنية والجيش العربي السوري من هذه الرموز التي نعتز ونفتخر بها الحقيقة. لذلك كان مستهدف بشكل أساسي هذا الضلع من المثلث الذهبي، الشعب والجيش والقائد. حاول استهداف السيد الرئيس كرمز جامع لكل السوريين، والكل يذكر الضخ الإعلامي. صحيح. والسموم التي كانت تضخ من قبل أكثر من 600 وسيلة إعلامية غير وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. عندما فشلوا في إسقاط وفي كسر هذا الضلع، تحولوا إلى الجيش العربي السوري. صحيح. والكل أيضا يذكر يعني محاولة تشويه هذا الجيش ومحاولة تقزيم هذا الجيش من خلال إطلاق عدد كبير من التسميات. نعم. لن أذكر هذه التسميات، معروفة لدى الجميع، لكن أيضا ومن خلال محاولة الإيهام بأن هناك انقسام في الجيش، هناك يعني عناصر كثيرة. نعم. بل وفرق يعني انقسمت عن الجيش، و
لكن هذا الجيش ثبت بأنه فعلا جيش عقائدي، جيش لكل السوريين دون استثناء، وليس جيشا كما يدعي هؤلاء الأعداء على الإطلاق. الجيش العربي السوري مستمر في كما ذكرت في تراكم الانتصارات، وهذا الجيش بالمناسبة لا يمكن على الإطلاق إلا أن ينتصر، لأنه جيش هذا الشعب وجيش الحق ومؤمن بقضيته. نعم، يعني الأم التي فقدت كل أبنائها شهداء، نعم، تخرج على شاشات التلفزة وتقول أنا مشروع شهادة آخر، نعم، وبفرح. الجندي السوري هذه هي حقيقة الشعب السوري، هذا هو الخزان والمصنع الذي جاء منه الجيش العربي السوري وأبناء الجيش العربي السوري. الكل يذكر على ما أعتقد تحرير الغوطتين، صحيح، وخاصة الشرقية. الجندي السوري على شاشات التلفزة عرض نفسه للخطر مقابل أن يقوم بمساعدة المدنيين الذين خرجوا من الغوطة الشرقية لكبار السن والعجز والأطفال والنساء. هذه هي حقيقة الجيش العربي السوري، وهذا الجيش كما ذكرت ومن يحمل هذه العقيدة لا يمكن على الإطلاق إلا أن يحقق الانتصار وراء الانتصار. صحيح، هذه هي حقيقة الجيش العربي السوري، وهذه عقيدة الجيش العربي السوري الذي جاء من رحم هذا الشعب العظيم الحقيقة، هذا الشعب، هذا الخزان، هذا المصنع الذي يصنع الأبطال، هؤلاء الأبطال الذين يسطرون بصراحة. ولا أتكلم شعرا على الإطلاق، إنما هذه هي الحقيقة. يعني كم شهيد وحيد لأهله ولأسرته في هذه الحرب، وبإرادتهم طبعا، وبإرادتهم يعني يذهبون ويتطوعون بإرادتهم في سبيل مساندة هي هي الهوية. نعم، هذه هي الهوية الحقيقية، الهوية الحق وهوية العروبة. صحيح. لذلك السيد الرئيس قال أكثر في أكثر من خطاب أنهم أو نقر بذكائهم في اختيار الخطط والبرامج التي تستهدف سوريا، ولكن أيضا نقر بغبائهم في استهداف الجيش السوري والشعب السوري والوطن السوري. هم مستمرون الحقيقة، أي الأعداء مستمرون في التعلم من فشلهم، ونحن مستمرون في التعلم من نجاحاتنا ومن إنجازاتنا ومن إنجازات جيشنا وشعبنا وقيادتنا. جميل هذا الكلام. أستاذ برهان، يعني في حضرتك حكيت عن نقطة كتير مهمة وهي تلاحم الجيش مع الشعب، وهذا الجيش هو جيش الشعب. خلينا نحكي عن هذه الثقة المتبادلة بين الجيش والشعب. كما ذكرت، يعني هذا الجيش من أين جاء؟ هذا الجيش جاء من هذا الشعب، هو أبناء هذا الشعب. لذلك وباعتبار أن الشعب العربي السوري شعب الحقيقة، يعني تاريخيا هو شعب منتج، شعب معطاء، شعب مقاوم، شعب جبار الحقيقة. يعني لذلك عندما فشلوا، أعود فأذكر، عندما فشلوا في استهداف الرمز الأول السيد الرئيس، وعندما فشلوا في استهداف الرمز الثاني هو الجيش العربي السوري، ولا أقصد بالترتيب هنا، يعني انتقلوا إلى الخزان والمصنع، مصنع الأبطال وهو الشعب العربي السوري. لذلك اليوم مارسوا عليه كل أشكال الإرهاب، سواء بالتجويع أو الإرهاب الاقتصادي أو الحصار. طبعا كل ذلك غير مشروع ويخالف القانون الدولي ويخالف الشرعية الدولية ويخالف شرعة حقوق الإنسان، بهدف إسقاط الشعب، بهدف الانتقام من الشعب السوري الذي صمد وما زال صامدا وسيبقى صامدا، وسيبقى هذا الشعب سندا لجيشه والحاضنة لهذا الجيش، والذي كان له أثر كبير الحقيقة يعني في الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة على كل الجبهات. يعني عندما حاول الأعداء أن يشتتوا جهود الجيش من خلال المعارك المتعددة على مستوى الجغرافيا السورية، كان الشعب العربي السوري وكانت المجتمعات المحلية هي الحاضن وهي الداعم وهي المساند لهذا الجيش في حربه ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وحتى ضد
يعني أسياد هؤلاء التنظيمات الإرهابية من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لذلك العائلات السورية، المجتمع السوري، الشعب السوري هو مصدر فخر لنا، مصدر اعتزاز لنا، ونحن جزء لا يتجزأ منه. هذا الشعب المقاوم الصابر الصامد الذي أعطى الحقيقة بلا حدود، وهذا الجيش هو نتاج هذا الشعب، ونحن مستمرون شعبا وجيشا وقائدا في محاربة الإرهاب على امتداد الجغرافيا السورية إلى أن نحرر كل جزء وكل شبر من هذه الأرض إن شاء الله. وأيضا مستمرون أيضا في مقاومة محاولة التجويع والحصار والإرهاب الاقتصادي. وبالمناسبة يعني لم تتعرض دولة في العالم في التاريخ إلى هذه الأشكال من الحروب وهذا الحصار الذي فرضته القوى الاستكبار العالمي والقوى الاستعمارية بأدوات مباشرة أو بأدوات غير مباشرة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ما زالت مصرة على استمرار الحرب في سوريا بهدف إنهاك الشعب السوري وإنهاك الجيش السوري. يعني الاستراتيجية الأمريكية اليوم قائمة على أساس إنهاك سوريا وإنهاك الوطن السوري والشعب السوري، هذا الخزان كما ذكرت وهذا المصنع لأبطال الجيش العربي السوري. لذلك اليوم هي في تصعيد مستمر خاصة للإرهاب الاقتصادي والحصار الاقتصادي على السوريين. واليوم تمنع حتى عملية عودة المهجرين السوريين إلى أوطانهم، وتقوم أيضا بسرقة ونهب خيرات وثروات الشعب العربي السوري في الجزيرة السورية. كل ذلك لأن هذا الشعب صمد، ولأن هذا الشعب ما زال وسيبقى داعما ولجيشه ولقيادته في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة هذه الحرب الكونية على سوريا. يعني أستاذ برهان، القيم والمبادئ الذي تربى عليه الجيش العربي السوري أصبح مثالا يحتذى لكل البلدان، سواء كان رسالة للصمود، رسالة للمقاومة، رسالة لخلق البدائل، رسالة كان لجيشنا ولشعبنا كذلك. يعني شفنا بالحرب الإرهابية ليس فقط الجيش كان حاضرا، كان كل المجتمع الأهلي رديف للجيش العربي السوري. يعني هذه الغيرة على الوطن، هذا المبدأ الذي تربينا عليه أنه الوطن لألنا مو لغيرنا، هذا الشيء يعني فعلا لا يأتي عن عبث، يأتي عن مبادئ نتربى عليها منذ الصغر. تماما تماما، وهذا بيقودنا إلى المنظومة الأخلاقية والمنظومة الفكرية والإنسانية والثقافية لهذا الشعب الذي يمتد حضاريا إلى أكثر من 8000 عام. الحقيقة يعني هذا الجيش كما ذكرت هو نتاج هذه الحضارة، نتاج هذا الامتداد الحضاري ل 8000 سنة. هذا من جهة، من جهة أخرى نعم سطر هذا الجيش وهذا الشعب وحتى المجتمعات المحلية، ويجب أن لا نغفل أيضا دعم ومساندة الأصدقاء والشرفاء في العالم وفي مقدمتهم روسيا والصين للحق السوري، ووقفوا إلى جانبنا وما زالوا حتى اللحظة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة الأعداء الآخرين الذين ما زالوا حتى اللحظة كما ذكرت يستهدفون سوريا. لذلك المنظومة القيمية والأخلاقية للجيش العربي السوري هي امتداد للمنظومة القيمية والأخلاقية والحضارية لهذا الشعب المجتمع. ولهذا المجتمع السوري العريق الحقيقة. يعني لذلك اليوم يعني تدرس عقيدة الجيش العربي السوري وقدرته على الاستجابة المرنة والسريعة واللحظية في كل أكاديميات العالم الحق، وهذا باعتراف الأعداء. يعني صحيح. قبل أن نقول نحن ذلك، هذا باعتراف الجميع، حتى باعتراف قادة عسكريين أمريكان وأوروبيين بأنهم تفاجأوا بخدرة الجيش العربي السوري على الصمود، المواجهة وعلى الصمود ولاحقا على الانتصار. وبالتالي هذا ليس يعني حدثا عابرا على الإطلاق. هناك مراكز بحثية بدأت تدرس عقيدة هذا الجيش و
عندما نقول وطن شرف إخلاص، يعني الشرف هو الوطن. صحيح. وبالتالي يدرك جيدا بعقيدته الإنسانية، بعقيدته الأخلاقية، بعقيدته العروبية، بعقيدته الوطنية، هذا الجيش بأن يعني احتلال أي جزء من الأرض هو انتقاص لشرف السوريين، وبالتالي لا بد من تحرير واستعادة هذا الجزء مهما كان بسيطا من التراب السوري المحتل. هذه هي المنظومة القيمية، هذا هو جيشنا العربي السوري الذي نعتز ونفتخر به. نعم، المنظومة القيمية أيضا تتكرس وتنضج وتتراكم جيلا بعد جيل وفي كل انتصار، وكان ذلك بشكل أساسي بعد قيام الحركة التصحيحية عام 1970 في 16 من تشرين الثاني عام 1970، والبدء بتأسيس الجيش العربي السوري على قواعد وطنية، على قواعد عروبية، على قواعد قومية، على قيم إنسانية في الدرجة الأولى. يعني الجيش العربي السوري يجب أن يذكر الجميع بأنه له الفضل الكبير في إيقاف حربين أهليتين في لبنان. صحيح. على سبيل والحفاظ على لبنان وحاضر لبنان ومستقبل لبنان. الجيش العربي السوري دفع نتيجة هذه القيم التي ذكرناها وإيمانه بهذه القيم، دفع آلاف الشهداء في عندما حاول الكيان الصهيوني غزو لبنان في ثمانينيات القرن الماضي. ما زال حتى اللحظة رغم كل الجراح، رغم كل الأسى، رغم كل الألم، ما زال الجيش العربي السوري حتى اللحظة بوصلته فلسطين، بوصلته القدس، لأن العدو الصهيوني هو العدو الأول لكل العرب دون استثناء، لكل الدول العربية والشعب العربي. هذا الجيش أيضا قدم كما ذكرت آلاف الشهداء. صحيح. وهو مستمر حتى اللحظة وسيبقى مستمرا في مقاومته وفي نضاله وفي حربه على الإرهاب، هذا الإرهاب الذي فرضته علينا دول الاستعمار القديم والجديد. لأنه اليوم يعني هذا العمل الإرهابي الذي تقوم به تنظيمات الإرهابية داعش ولا النصرة ولا وهي صناعة أمريكية وباعترافه باعتراف هيلاري كلينتون، يعني هم الذين صنعوا القاعدة، هم الذين صنعوا، لأن الاستراتيجية الأمريكية اليوم قائمة على الزرائعية، وبالتالي هم يقومون ب بس هالفوضى. نعم، هم يقومون بخلق المشكلة وبخلق الحدث ومن ثم التبرير التدخل لحل هذه المشكلة أو هذا الحدث. لذلك الدعم الأمريكي والدعم الصهيوني والدعم الأوروبي لهذه التنظيمات الإرهابية هو دعم مستمر، لكن أيضا جيشنا العقائدي بما يحمل من قيم، بما يحمل من إيمان هذا الشعب الحاضن لهذا الجيش والداعم لهذا الجيش، هذه القيادة الحكيمة التي استطاعت خلال 13 سنة. يعني هذه الحرب لو فرضت على دولة عظمى لسقطت وانهارت الحقيقة. صحيح. يعني صحيح. وأنا لا أتكلم هنا على الإطلاق يعني بشكل ارتجالي، هذه الإمكانات التي وظفت من أجل إسقاط سوريا والجيش السوري والشعب السوري والوطن السوري لو وظفت لأكبر دولة كانت سقطت، لو وظفت في أي دولة عظمى لا سقطت هذه. صحيح. الدولة. صحيح. وهذا دليل على أن الإرادة هي الأساس والقيم الأخلاقية والإنسانية وتكافل الشعب والجيش. نعم. ذكرت هذا المثلث، هذه المعادلة. صحيح. صحيح. كلمة يعني قائد وجيش وشعب. نعم. كلمة أخيرة أستاذ برهان تحب توجهها بهذا اليوم العظيم. مرة أخرى أقول كل عام وجيشنا بخير. هذا الجيش الذي صنع الانتصار تشرين هو مستمر في صنع الانتصارات، مستمر في المقاومة، مستمر في النضال، مستمر في مكافحة الإرهاب، مستمر في الحفاظ على سوريا وسلامة الأراضي السورية. أقول له كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. مرة أخرى أيضا أقول للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة كل عام وهو بخير وجيشنا بخير، وأقول لهذا الشعب الداعم والصابر والصامد أيضا إن شاء الله من نصر إلى نصر. وأنا دائما أكرر قدرنا في سوريا تاريخيا أن نبقى ندافع عن الحق وأن نتمسك بالحق ونقدم التضحيات في سبيل الحق، وهذا القدر على ما يبدو مستمرا معنا.
لكننا مؤمنون بقدرتنا وبحقنا، ومن يؤمن بقدرته وحقه لا بد أن ينتصر، فمن كان معه الحق فالله معه، ومن كان الله معه فلا أحد يستطيع هزيمته. صحيح. سلام جميل، أهلا وسهلا فيك المحلل السياسي برهان شعبان، نورتنا، وإن شاء الله قادم الأيام تحمل لسوريتنا كل الخير أكيد قيادة وشعبا وجيشا. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. نورت صباحنا أستاذ برهان.